السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، هنتكلم فيها أكيد عن النادي الأهلي، هنرد فيها ضد الأكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحاجة عايز أتكلم فيها، يعني كابتن محمد بركات طلع لنا في دور حمامة السلام يتكلم على اختيارات السيد روي فيكتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، وبينتقدها بعد الهنا بسنة. يعني اختيارات روي فيكتوريا بقاله 3-4 ايام الاختيارات، واستبعاد ياسر ابراهيم واستبعاد حسين الشحات وضم لاعبي بيراميدز، فيخرج علينا الاخ محمد بركات بعد 3 ايام من تدريبات المنتخب وبعد عودة وانضمام واستدعاء ياسر ابراهيم عشان ينتقد روي فيكتوريا ويقول ان ياسر ابراهيم كان الاحق بالانضمام للمنتخب. يعني ما اعرفش اوصف ده بايه، ما اقدرش اوصفه غير بالساكت عن الحق. الساكت عن الحق يا بركات، في الوقت اللي كان كل الناس بتقول ان ياسر ابراهيم استبعاده ظلم كبير ومجاملة اكبر للاعب بيراميدز، كان محمد بركات سكتم بكتم، محدش بيسمع حسه. محمد بركات كان في ايده وهو عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم انه يرفع السماعة على صديقه الصدوق الاخ حازم امام المشرف العام على المنتخب الاول، ازاي لاعب بحجم ياسر ابراهيم ما يتمش استدعائه، ازاي لاعب هو الافضل في مكانه خلال هذا الموسم ما يتمش استدعائه ويتم مجاملة فجة لصالح نادي بعينه على حساب باقي الأندية المصرية. لكن زي ما بقول دايما، إن خفت ما تقولش، وإن قلت ما تخافش. لكن بركات فضل ساكت لحد ما انضم ياسر إبراهيم وطالع يعيش في دور البطولة. عايز أقول من سنتين ثلاثة النادي الأهلي أو نادي الزمالك كان بيرأسه لجنة مؤقتة بقيادة حسين لبيب. النادي الاهلي نزل بيان وذكر فيه اسم رئيس اللجنه المؤقته وقتها، وقال السيد حسين لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك المؤقت. ليه وليه النادي الاهلي ما قالش الكابتن حسين لبيب؟ قال رئيس نادي الزمالك، ما قالش الكابتن. وحصلت ازمه وطلعت قناه الزمالك وشويه الهزازين اللي كانوا موجودين طلعوا هاجموا النادي الاهلي، وازاي النادي الاهلي لا يحترم نادي الزمالك والاهلي لا يقدر رؤساء نادي الزمالك وشخصيات ورموز نادي الزمالك وما الى ذلك. لما جه مجلس حسين لبيب بعد استقاله مجلس مرتضى منصور، الكل يعني تنبأ ان الامور هتبقى على ما يرام، وان المشاكل والازمات اللي كانت بتحصل وعدم التقدير وعدم الاحترام خلاص صفحه جديده بين الاهلي والزمالك. لكن قناه الزمالك عملت امبارح حاجه ما ينفعش، انا ما اشوفوش غير انه اهانه وعدم احترام لشخص الكابتن محمود الخطيب. لما قناه الزمالك تطلع وتجيب الصوره الشهيره واللقطه الشهيره كابتن محمود الخطيب وهو بيمسك ايد كابتن حسن شحاتة عشان يروح للجمهور هنا وهنا ويهدوا الموضوع قبل مباراة اهلي وزمالك لنبذ التعصب وتحية الجماهير، ما ينفعش قناة الزمالك تطلع تقول عشان تأكد على مبادئ نادي الزمالك تقول من ينسى حسن شحاتة وهو يمسك يد قائد الاهلي من اجل تحية جماهير القطبين. اولا هو مين اللي مسك ايد التاني؟ يعني مين اللي راح خد وخد التاني وراح وداه؟ الفيديو موجود واللقطة موجودة، كابتن محمود الخطيب بياخد حسن شحاتة من ايده وبيروح للجمهور. الحاجة التانية، هو للدرجات يا جماعة هو كابتن الاهلي وقتها كان نكرة ولا حاجة؟ كابتن الاهلي كان نكرة؟ ما كانش معروف للدرجة دي؟ خايفين تقولوا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي؟ خايفين تقولوا الخطيب في قناة الزمالك؟ هو للدرجة دي سيرة الخطيب بتعمل لكم هس؟ للدرجة دي سيرة الكابتن محمود الخطيب عاملة لكم حرقان وأكلان؟ إيه ده؟ والله ما كنت متوقع كده ولا كنت أتخيل كده، لكن هي دي طبيعتهم،
الخطيب علم شاء من شاء وأبى من أبى، غصب عن قناة الزمالك واللي ماسكين قناة الزمالك. الخطيب أسطورة، لكن كون ان انت عندك عقدة نقص فتطلع بدون ذكر الخطيب وتقول قائد الأهلي، دي اسمها قلة احترام وقلة تقدير للكابتن محمود الخطيب. برنامج ابراهيم عبد الجواد، برنامج الهدف، يا جماعه انا اقبل ان قناه صغيره، قناه يوتيوب، صفحه فيسبوك، قناه صغيره لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، قناه تحت بير السلم، تحاول تستخدم عناوين براقه عشان تجذب مشاهدات، مقبول، لكن بعيد عن الكذب يعني، مقبول. لكن الاخ ابراهيم عبد الجواد وهو يعمل في قناه هي القناه الاولى في مصر، هو في بعد قناه اون ولا قبل قناه اون؟ هل قناه اون النهارده محتاجه انها تستخدم اسماء لاعبين معينين في العنوان عشان تعمل ريتش وتعمل مشاهدات؟ هو للدرجه دي القناه واقعه؟ هو للدرجه دي القناه ما فيهاش مشاهدات او البرنامج ما فيهوش مشاهدات؟ ابراهيم عبد الفقه عبد الجواد في البرنامج بتاعه الفيديو نازل بعنوان فاعل خير، قال لهم ده الاهلي دافع في امام عاشور 3 مليون دولار. طبعا لازم نحط امام عاشور في جمله مفيده، لازم نحط اسم النادي الاهلي في جمله مفيده، لازم عشان نعمل ريتش، عشان الناس كلها تخش تتفرج ايه اللي عمله امام عاشور يخلي صفقه وسام ابو علي تبوظ او تكون غاليه. النادي الاهلي كالعاده يكسر عين الزمالك في كرة القدم بلغة الكورة. النادي الأهلي مواليد 2007 في بطولة الجمهورية وعلى ملعب الأهلي في مدينة نصر يهزم الزمالك بالقاضية، ممكن يهزم الزمالك بالقاضية بلاس 90 في الوقت بدل الضايع، وفي يوم ذكرى ميلاد وتأسيس نادي الزمالك الأهلي يقدم الهدية لنادي الزمالك، هدية ذكرى التأسيس 113 سنة زمالك. الأهلي يهزم الزمالك بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة برأسية من محمد عبد الفتاح تاحة عشان تستمر العقدة، تستمر الانكسارات أمام النادي الأهلي في كل الفئات العمرية في بطولات الجمهورية. الأهلي دائما يفوز، الزمالك كسب مرة واحدة، عقاموا الأفراح والليالي الملاح وعملوا مكافآت للعيبة وجابوا اللعيبة عشان يتصوروا مع مجلس الإدارة. من ساعتها الزمالك مش شايف قدامه، من ساعتها الزمالك بياخد على عينه يتاجر في الكورة. عايز أقول رضا عبد العال طالع كان ناقص يبكي، كان ناقص يعيط، طالع يستجدي الجمهور. رضا عبد العال طالع في دور المظلوم ويقول لك جمهور الاهلي عايزين يقطعوا عيشي في الاعلام ويمشوني من الاعلام. انا بس عايز اقول حاجه مهمه، هو انت تطلع تتجاوز وتقل ادبك على لاعبي ومدربي الاهلي ولما جمهور الاهلي يقرص عليك قرصه صغيره تطلع تقول اي الشنطه فيها كتاب دين؟ هو انت تطلع تتعنصر على لعيبه الاهلي، لعيبه الاجانب، وتتعنصر على محمد هاني وتهينه وتتحدث في حياته الزوجيه بمنتهى الفظاظه، ولما جمهور الاهلي يمسكك يطلعك مسرح تقول اي لا استحمل يا رضا، رضا يا رضا بنحبك يا رضا. طالما انت شايف نفسك راجل كمل في اللي انت مكمل فيه، كمل في تجاوزاتك، كمل في هجومك الغير مبرر على النادي الاهلي، كمل في قلة احترامك لتاريخ النادي الاهلي، كمل في اساءتك المتكررة لبطولات النادي الاهلي، كمل، عايزك تكمل، مش انت راجل، كمل. لكن ما تجيش تقول اي اول ما يقرصوا عليك قرصه بسيطه كده تطلع تعيط وتقول جمهور الاهلي عايز يمشيني من الاعلام. هو انت مفكر يا رضا
لا بجد والله، هو انت مفكر اللي انت بتقدمه ده اعلام؟ ده انت بنفسك يا جدع انت قايل انا هجاص. انت عايز تفهمني ان الهاكس اللي انت بتقدمه ده اعلام؟ ده انت اللي بتقول مش انا، انت اللي بتقول مش انا. هو في واحد محترم يتكلم ويحلل كوره يطلع يقول على لعيب كوره اصله نحس؟ قناه الاهلي ردت على فكره النحس بتاعت امام عاشور، قال لك رضا عبد العال المباراه الوحيده في تاريخ الاهلي والزمالك افريقيا اللي خسرها النادي الاهلي من الزمالك كانت هي اول مباراه لرضا عبد العال مع النادي الاهلي، وكان وشه نحس. لو هنتكلم بفكره ان في حاجه اسمها نحس ووش نحس ووش سعد، لو هتتكلم على امام عاشور انه خسر اول مباراه ليه مباراه اتحاد العاصمه خسر السوبر، فانت كنت برضو مباراه سوبر ولكنها سوبر افريقي ومباراه لن تتكرر امام نادي الزمالك، لان الزمالك عمره ما عرف يكسب النادي الاهلي الا في هذه المباراه. امسك لسانك محدش يجي ناحيتك، لسانك حصانك، ان صنته صانك وان هنته هانك، فما تجيش لما تتهان تيجي تقول اي جمهور الاهلي قرص عليا. عمر كمال اهلاوي، امام عاشور بيكمل مشوار كهربا، كهربا جاب امام عاشور، امام عاشور بيجيب عمر كمال. امام عاشور في فيديو ليه على صفحته الرسمية في اتوبيس المنتخب راح قعد جنب عمر كمال ونزل فيديو ليه هو وعمر كمال إذانا لانتقال وتوقيع عمر كمال عبد الواحد للنادي الأهلي. ادي الفيديو يا جماعة بتاع عمر كمال مع إمام عاشور، طبعا الفيديو كله أغاني وبتاع، فما ينفعش بسبب الحقوق الحاجات دي ان احنا نجيب صورة عمر كمال عبد الواحد او الفيديو بتاع عمر كمال عبد الواحد. الموضوع ما وقفش بس هنا، كابتن النادي الاهلي السابق كابتن سعد سمير اعلن ايضا ان عمر كمال اهلاوي، وان عمر كمال يعشق النادي الاهلي، وان عمر كمال حلم حياته انه يرتدي تيشيرت النادي الاهلي. في كلام وخبر متداول الآن إن مباراة نهائي كأس مصر المزمع إقامتها 13 مارس 2024 ما بين الأهلي ملك ملوك القارة الأفريقية وسيد سادات العرب جميعا ونادي الزمالك الوصيف التاريخي للنادي الأهلي، أن المباراة ستقام على استاد مصر في القرية الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة. أقاويل تتناثر هنا وهناك أن هذه المباراة ستقام على ملعب القرية الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة. أنا عايز أسأل سؤال، هو نادي البنك الأهلي، نادي البنك الأهلي إيه وضعه في الدوري؟ يعني إيه لازمته؟ إيه الفايدة اللي بتعود منه؟ هل كسب بطولات؟ لا. ينافس على بطولات؟ لا. ينافس على مربع ذهبي؟ لا. كل سنة بيعملوا صفقات بملايين ملايين الجنيهات والمحصلة صفر صفر كبير. نادي الزمالك عنده مشكلة مالية، نادي الزمالك عنده ايه؟ مشكلة مالية، مش لاقي، فنعمل ايه؟ يخش البنك الاهلي يدفع فلوس للزمالك عشان يشيله من الليلة بتاعته والمديونيات بتاعته بحجة ان انا بشتري لعيبة، بحجة ان انا بشتري لعيبة. فنادي البنك يشتري محمد عبد الغني اللي نادي الزمالك مش عايزه، بيقول لك يا اللي عايز يجي يشيل وندفع فلوس كمان ويجي يشيل، وهياخد ناصر منسي كمان بكام يا جماعة؟ ب21 مليون جنيه. فلوس بتدفع يا باشا تحت غطاء ان احنا بناخد لعيبة. هو يا جماعة للدرجة دي الفلوس ملهاش صاحب؟ يلا دعم الزمالك بفلوس يكش ما حد حوش. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. استنى كل اراءكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم.